تعالوا بقى نشوف مشاهدينا الكرام سؤال حلقتنا النهارده واللي قلنا فيه السيسي انا عارف كل حاجه عن البلد، هل السيسي عارف ان الشعب مش لاقي ياكل ولو عارف ساكت ليه؟ تعالوا نشوف حضراتكم قلتوا ايه، يمكن تقولوا لنا سبب من اسباب سكاته. الحاج شعبان بيقول والله انا بحيي الحاج شعبان لانه بقاله فتره كبيره جدا مش موجود معانا وانا احب هذا الرجل في الله. هل يعلم ان كثيرا من الشعب لا يجدون عشاء ليلتهم ولا علاج يداوي مرضاهم؟ وهل يعلم شيء عن مستحق معاش التضامن 300 جنيه؟ ماذا تفعل في هذه الاحوال الصعبه من غلاء الاسعار؟ لا والله لا علم له عن احوال الشعب، او يجوز يعلم لكن لا يعنيه معاناه شعبه. تحياتي ليك يا حاج شعبان. ام زهره بتقول هو عارف ازاي يفقر الشعب ويطحنه في مطحنه الجوع والذل والهموم التي لا حصر لها عشان يعرف يحكم ويسيطر، لازم الشعب يكون تايه مش عارف راسه من رجليه. احمد حسين بيقول اكيد عارف لان هو ده هدفه افقار واذلال الشعب المصري، اللهم ثوره. احمد العرباني بيقول اكيد طبعا عارف ومتعمد يكون سبب في تجويع الشعب. بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لينا في حلقه النهارده.